يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في جواز التبرك بآثار الصالحين؟ لا، ليس هناك خلاف أن هذا لا يجوز، تبرك بآثار الصالحين لا يجوز عند الجميع لأنه وسيلة إلى الشرك، وإنما الذي يجوز التوسل بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم من ريق أو عرق أو شعر، هذا هو الذي يتوسل به لثبوت الأدلة بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، ولهذا لم يتبركوا بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان، لم يتبركوا بها مع أنهم من أصلح الأمة وخير الأمة، دل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، التبرك بريقه أو بعرقه أو بشعره عليه الصلاة والسلام أو بفضل طهوره، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وما عداه فلا يجوز التوسل والتبرك، لا يجوز التبرك بالصالحين. نعم. وفي كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحو ذلك، فيه باب في كتاب التوحيد أن هذا لا يجوز إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.